يا دونك نشوفوا بعض الامثله بين سبب استخدام الجذور النوني والجذر من الرفعين. دونك امثله، دونك مثلا حل في سي، دونك نبداو نعطيكم يعني بعض المعادلات نحلها. اوكي باغ اكزومبل، فاش كنقول لك حل في سي، زد اس اثنان كتساوي واحد، دونك زد اس اثنان كتساوي واحد، يعني جو سامبلومون يعني هذا جذر من الرتبة اثنان للوحدة، يعني تستعمل هذه القاعدة مباشرة. اوكي يعني جو سامبلومون غتلقى بأن الزاد صفر، يعني هو بيان سيغ كوسينيس أو لا ديرها مباشرة، دير ليكسبونسيال مباشرة، ليكسبونسيال وتعوض كاب صفر، يعني هي صفر، يعني هي واحد، و زد واحد. شوف معايا هنا كانت اثنان غتمشي من صفر جيسكا أن، اوكي يعني جيسكا واحد، يعني هذا الأس اللي عندك هنا غتنقص منه واحد، يعني هنا ليكسبونسيال كوا هنا غتعوض بواحد، يعني غتعطيك اي دو بي سيغ ان، ولكن ان في هذه الحاله هي اثنان، يعني غتعطيك هاي مكتوبه لكم هي اي كا كيساوي واحد، يعني دو بي سيغ دو، يعني غتعطيك ليكسبونسيال اي بي، وليكسبونسيال اي بي هي شناهي؟ هي كوسينيس بي زائد اي سينيس بي، سينيس بي كيساوي زيرو، يعني هاد البارتي غتمشي ليا، غتبقى ليا غير هاد البارتي، كوسينيس بي شنو غيساوي ليا؟ ناقص واحد، يعني هذه ناقص واحد، بيان، وبيان سيغ هادي راه معروفة أصلا، أوكي، دونك يعني غير باش تفهمو يعني الجذور النونية فاش كيخدمو، يعني لاحظوا معايا إلا درت واحد أس اثنان راهو واحد، وناقص واحد أس اثنان راهو واحد، بيان، يعني هنا نكتبها ليكم إي اثنان كيساوي واحد وناقص واحد، ولا ناقص واحد وواحد، عندنا جوج ديال الحلول، أوكي، في ديال بيان سيغ هادو الحلول ديال ولا الجذور من رتبة اثنان للوحدة، اوكي دونك الحلول نكتبهم لكم هنا، بيان دونك دابا غندير لكم أس ثلاثة، نمسح هنا، دونك ندير لكم أس ثلاثة، هونو، ندير لكم أس ثلاثة، أس أربعة، أس خمسة مثلا، بيان سيغ باش تولفوا على السيرة فاسيل، يعني تحفظوها دير، ماشي حفظوها عقلوا عليها وصافي، راه دغيا كتهدوها، راه فهمنا، يعني البرهان اللي جبدناها راه بحال هكاك خرجتوها مباشرة، اوكي، غير خصكم تعرفوا بأنه كيقبل ان حل، ان حل، اوكي، وبيان سيغ هاد ان ينتمي الى اي ديتوار، اي ديتوار، بيان، دونك زد اس ثلاثة، دونك لاحظوا معايا زد اس ثلاثة يعني غنجبد زد صفر، هادي غير نوطاسيون، هي ليكسبونسيال اي فوا صفر، يعني كا صفر في هاد الحالة، كا هو صفر، يعني دو فوا صفر فوا بي سيغ ان، يعني تبقى ليا صفر، يعني ليكسبونسيال صفر، و او الصفر هو واحد، متفقين؟ بيان، دونك دابا غنتبدلو زد واحد. زيد واحد كيساوي ليا كوا؟ كيساوي ليا أ أس إي فوا دو كا كيساوي واحد و إن كتساوي تلاتة، يعني غتعطيني هي ليكسبونسيال إي أوكي دو بي سيغ تخوا، هادي مهمة، هاد العدد العقدي كتسمى جي أوكي، دونك يعني شوف معايا هو كوسينيس ديال دو بي سيغ تخوا زائد اي سينيس دو بي سيغ تخوا، اوكي يعني كوسينيس ديال دو بي سيغ تخوا شحال كيساوي؟ بيان سيغ نتوما راه مسموح لكم الاله الحاسبه، دونك نستعملوا الاله الحاسبه، اوكي بيان سيغ كنتمنى تكونوا يعني عارفين فين كاين البي اكسيتيرا، دونك لاحظوا معايا مزيان هنايا بيان سيغ باغ اكزومبل انا بغيت ندير كوسينيس دو بي سيغ تخوا، الكوسينيس الي لا ها هو الكوسينيس كنبارك عليه، وبغيت بي كندير هاد شيفت ها هي، وكنجي لتحت ها هي كنلقى بي بالاصفر، شتوها معرفتش واش كتبان، راه هي بي بالاصفر كنورك عليها، بيان سيغ في اثنان على ثلاثة، دونك شحال غتعطيني؟ ناقص واحد على اثنان، اوكي دونك ناقص واحد على اثنان، اوكي زائد هنا بيان سيغ غتعطيني بيان سيغ ولا غتعطيني وقال ما كنت تعاود ناقص بيان سيغ، كيفاش حصلنا عليها؟ دونك لاحظوا معايا مزيان ان بيان سيغ بي سيغ تخوا بيان سيغ غتعطيني بيان سيغ هي بي بليس بي سيغ تخوا، و بي بيان سيغ سيغ تخوا بليس بي سيغ تخوا. دونك غادي نطولو عليه نخدمو ماشي مشكل نديروها غير نخدمو هكا الحيطريس سينيس
de b sur 3, qui c'est bien sûr racine de 3 sur 2. Oui, bien. Donc, il y a dit que c'est j, j, appelé la j, c'est ma j, ou à la l'oukadi, et qui c'est ouïe à l'oukhima. هذا هو الكتاب الجبري، هذه الكتابة المثلثية، هذه الكتابة الأسي، متفقين؟ بيان، دونك دابا نزيدو زيد دو، زيد دو شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا ليكسبونسيال، لاحظوا معايا مزيان، كنعاود دابا كا بي دو، كا بي دو، يعني هي دو فوا دو، يعني كاتر، يعني إي كاتر، بي ديفيزي باغ تخوا، وي نو، يعني تو سامبلومون هي كوسينيس. 4π sur 3 oui ou non زائد i sinus quoi 4π شوف دابا غتلاحظوا واحد الحاجه مزيانه دابا 4π sur 3 ok bien donc لاحظوا معايا مزيان فاش غندير بيان سيغ الكوسينيس ديال 4π 4π sur 3 غنلقاو بيان سيغ حتى هي موان زان سيغ 2 ok موان زان سيغ 2 وفاش غندير بيان سيغ سينيس ديال 4 بي سيغ 3 غنلقاو موان غاسين 3 سيغ 2 متنساوش هنا اي في اي اوكي سينيس 4 بي سيغ 3 غتلقاو موان غاسين 3 سيغ 2 فوا اي بيان سيغ لاحظو معايا شنو كتستنتجو ان هذا هو المرافق ديال هذا دونك هادي راه هي الجبهة تو سامبلومون دونك يعني الحلول ديال اي 3 هما واحد وجي وجي بار اوكي دونك جي بار كذلك على ما كنعتقد كتساوي جي اس اثنان وعندنا جي اس ثلاثة جي اس ثلاثة غتلقاوها هي واحد دونك تقدرو تحسبو هادشي غادي نعطي ليكم نتوما دابا يعني كتمرين منزلي حسبو لي جي اس ثلاثة كتساوي واحد يعني غديرو ليا هادي اس ثلاثة اوكي بيان ولا هادي مثلا راه هي جي اس اثنان دونك حسبوا لي هادي في هادي هي جي اس ثلاثة غتلقاوها واحد اوكي بيان دونك ديروها دابا ماشي مشكل ديروها ماشي مشكل دونك يعني هذا في هذا يعني ناقص واحد على اثنان ناقص زاد المربع ثلاثة على اثنان في المرافق ديالو اللي هو ناقص واحد على اثنان زائد جذر ثلاثة على اثنان متنساوش اي ديما كنسى اي دونك لاحظوا معايا مزيان هذا في هذا يعني هي واحد على اربعة هذا في هذا يعني هي ناقص جذر مربع ثلاثة على اثنان في اي يعني اثنان في اثنان بيتو هي اربعة ديرو مباشرة في اي زيد هذا في هذا يعني ناقص مع ناقص يعني زائد جذر مربع ثلاثة على اربعة في اي دونك غادي تختزل هذا مع هذا وهذا في هذا دونك لاحظوا معايا اي في اي ناقص واحد غتمشي مع الناقص تولي زائد واحد يعني زائد وهنا جذر مربع ثلاثة في جذر مربع ثلاثة يعني ثلاثة اثنان في اثنان يعني اربعة دونك سا كيساوي شنو لاحظوا معايا واحد على اربعة زائد ثلاثة على اربعة كتساوي اربعة على اربعة يعني كتساوي واحد بيان صافي بيان دونك اللي خصكم تعقلوا عليا بيان سيغ ها هي دونك هاد الجي راه مهمة ونكتبو ليكم في شي بلاصة هنا باش تعقلوا عليها دونك جي كتساوي ناقص واحد على اثنان زائد جذر مربع ثلاثة على اثنان في اي او لا كتكتبوها في الكتابة الأسية ليكسبونسيال اي كوا دو بي سيغ تخوا اوكي وعندنا جي باغ اللي هي جي اس اثنان يعني المرافق وعندنا جي اس ثلاثة اللي هو كوا هو واحد هادو مهمين هادو غتلقاهم بزاف اوكي يعني من بعد البكالوريوس ان شاء الله تلقاهم وحتى في البكالوريوس تقدر تلقاهم اوكي بيان دونك هادي بالنسبه لاي 3 دابا نديرو اي 4 دونك اي 4 دونك اي 4 نمسح سميتو